بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من ترند يلا كورة بعد نهاية أسبوع مليء بالأحداث سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. محليا طبعا الحمد لله أخيرا عملنا قرعة الدوري. قرعة الدوري اللي كان بقالنا فترة مش عارفين هيبدأ إمتى، هيتحسب إمتى، الماتشات هتلعب فين، لكن الحمد لله شفنا قرعة مميزة جدا جدا لقرعة الدوري. جدول الدوري اتعلن الدور الأول بشكل جيد، الصورة كانت مبهجة بصراحة وبسيطة. شفنا اول مره في تاريخ الدوري تتعمل قرعه بالشكل اللي فيه شفافيه، مفيش حتى قرعه، الحمد لله مفيش قرعه موجهه. من اكتر الحاجات اللي كنت بحبها يعني يبقى في حاجه موجهه في القرعه، الاهلي والزمالك يلعبوا في نهايه الدور الاول وماتش الدور الثاني يتلعب في نهايه الدور الثاني، عشان تحسبا يعني ان يكون حد من الفريقين نهى الدوري فبالتالي نلعب مباراه هاديه ومفيهاش مشاكل. لا ده ما اعتقدش ان في حد بيحب الكوره يحب وفي اي حاجه موجهه او حاجه مترتبه من البدايه. طب تعالوا نتكلم على نقطه مهمه كانت ترند خلال ويك اند ده، هل قرعة الدوري ممكن تفيد فريق على حساب فريق؟ هل ممكن قرعة الدوري، سؤال كان مطروح، هل ممكن قرعة الدوري تخدم فريق ان هو يحسم اللقب عن فريق تاني؟ في سواء من يعني تتابع الماتشات بتلاعب فرق قويه بعد كده تلاعب فرق ضعيفه، تيجي تبقى انت عندك ماتشات قوي مثلا خارج مصر بطوله افريقيه ترجع تلعب ماتشات قويه مع فرق بترتيب معين، هل فعلا ده بيفرق في نهايه الموسم؟ انا على المستوى الشخصي بقول لا، مفيش فريق في الدنيا يقدر يقول ان جدول الدوري فادني او ضرني لحسم اللقب. ممكن يساعدني في وقت من الاوقات ابقى انا محتاج ماتشات بسيطه مع فرق متوسطه اكتر من فرق قويه عشان تلاحم الموسم المحلي مع البطوله الافريقيه، لكن مفيش فريق يقدر يقول انا كسبت اللقب عشان جدول ماتشاتي كان سهل. وفي كل احوال قرعه الدوري اللي شفناها خدمت نادي الزمالك في بعض الامور وضرته في بعض الامور، وبرده خدمت النادي الاهلي في بعض الامور وضرته في بعض الامور. طيب طبعا في الاول ليه ناس بتقول انت بتتكلم على الاهلي والزمالك بس مش بيت الانديه، عشان انا بتكلم على الفرقتين اللي انا شايفهم الاقرب في المنافسه على اللقب لاخر الموسم. انا كنت في اول حلقه من ترند يلا كوره وحتى برضو في الحلقه اللي حللنا فيها ماتش الزمالك وبيراميدز انا اكدت ان نادي بيراميدز مش هيبقى زي السنه اللي فاتت والمستوى يختلف، ما تنتظروش ان الفريق ينافس على اللقب زي السنه اللي فاتت. ده في وجهه نظري الفريق اختلف في حاجات كتير، عشان كده وانا دلوقتي بحلل القرعه هتكلم على الاهلي والزمالك بشكل كبير. نبدا مع النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي في الدوري. واحد من اصعب البدايات لانه في الاسبوع الاول هيلاعب نادي سموحه وطبعا اللي بيقوده الكابتن حسام حسن، والاسبوع الثاني هيلاعب التاج الحربي واللي بيقوده الكابتن مختار. طبعا بدايه مع كابتن حسام حسن مباراه تبقى دايما صعبه على اختلاف اسم الفريق اللي بيدربه الكابتن حسام، ولكن الكابتن حسام حسن دايما اسلوبه مع كل الفرق بيدربها واحد، وبالتالي النادي الاهلي منتظر مباراه بدنيا هتبقى قويه جدا حماسيا. طبعا الكابتن حسام حسن واحد من المدربين اللي يعني بيعرفوا يشحنوا لعيبتهم بشكل جيد، حتى احنا طبعا بنتمنى له السلامه. طبعا كان لسه الكابتن حسام حسن عامل عمليه وشفناه في التدريب نازل، طبعا عمليه في الرقبه والحمد لله يعني عملها على خير، لكن شفناه الكابتن حسام حسن من حماسه ونزل على طول التمرين، هو رغم ان هو كان لسه في مرحله النقاهه لكن ده حماس الكابتن حسام واللي اكيد بينتقل للعيبه، وبالتالي اعتقد ان الاهلي هيبقى على موعد مع مباراه قويه جدا جدا في بدايه الموسم قدام فريق هيبقى نازل متحمس جدا بفضل الجهاز الفني. طيب النادي الاهلي خاص من سموحه يلعب الانتاج الحربي. الانتاج الحربي كابتن مختار واحد من اكتر المديرين الفنيين خبره في الدوري، وحتى يعني كنا بنسال دايما اي مدير فني اي فريق نقول له اصعب ماتش بتلعبه قدام مين في الدوري، يقول لك اصعب ماتش بيلعبه قدام الفريق بقوده كابتن مختار. ليه؟ كابتن مختار فاهم طبيعه دوري، فاهم طبيعه اللاعب المصري، مدرب كلاسيكي مازال بيلعب بثلاثه لعيبه في خط الوسط بيقفل بشكل جيد، وبالتالي بشوف ده اكيد هيزيد من صعوبه البدايه للنادي الاهلي في بدايه الدوري. طب نروح نادي الزمالك. الزمالك عنده افضليه وجهه نظري. ايه الافضليه؟ اول 11 مباراه لنادي الزمالك داخل القاهره، اول مباراه خارجيه لنادي الزمالك هتبقى في الاسبوع ال 12 قدام طنطا، وبالتالي انا بشوف دي ميزه مهمه جدا جدا لنادي الزمالك في البدايه ان هو يبدا يجمع نقاط على قد ما يقدر في الاسابيع الاولى، خصوصا ان هيلعب داخل القاهره، مفيش سفر مفيش تنقلات خارج القاهره، وبالتالي دي اعتقد ميزه. هل نادي الزمالك يبقى عنده مميزات؟ بس لا، نادي الزمالك برده خلال ال 11 مباراه دول عنده اعتقد اربع اسابيع يعني عنيفين جدا جدا، بدايه من الاسبوع الرابع اللي هيقابل فيه طبعا مباراه القمه هتبقى في الاسبوع الرابع، بعديها نادي الزمالك هيبقى عنده كذا مباراه، الاسبوع السابع عنده بيراميدز، عنده الاسبوع الخامس المقاولين، واعتقد كمان الاسبوع السادس هيبقى عنده انبي، وبالتالي اربع اسابيع ورا بعض بنتكلم نادي المقاولين. طبعا اذا الكابتن عماد النحاس كمل كمدير فني ولم ينتقل
في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، ولا اعتقد هو مش هيروح. يعني اعتقد كابتن عماد النحاس زي ما المقاولين قال مش هيطلع من المقاولين غير على منصب مدير فني منتخب مصر، ده هيبقى امر صعب جدا. يعني كابتن عماد النحاس صعب يبقى هو مدير فني، ولكن هو كان مرشح يبقى مدرب عام مع الكابتن ايهاب جلال، برضه المرشح بقوه انه يبقى مدير فني منتخب. وبالتالي بشوف الاربع ماتشات دول هيبقوا اربع ماتشات اقوياء جدا جدا لنادي الزمالك. وبالتالي الاوره زي احنا شايفين في مميزات في عيوب، كل فريق عنده حاجه ممكن فتره ممكن يجمع فيها نقط. وبالتالي محدش يقدر يجي في اخر الموسم يقول والله لا ده الاهلي استفاد من البدايه السهله او العكس، او النادي الزمالك استفاد من البدايه السهله. لا، كل فريق عنده مميزات وعيوب في القرعه بتاعته. وبالتالي اخر الدوري دايما اي دوري في العالم اللي يفوز بيه هو اللي يستحقه، ما حدش عنده مبرر من جدول مبارياته او من التوقفات او من صعوبه المباريات او المواجهات. لا، كل فريق لازم، الفريق البطل اللي بيسعى للقب لازم يبقى قادر انه يتخطى اي عقبه تواجهه. تاني ترند معانا النهارده هو ترند اكتر منه تاكتيك. ممكن الناس تبقى منتظرين مننا تاكتيك النهارده ليه ماتش الاهلي وكانو سبور غيني او نادي الزمالك وجينيسيون فوت السنغالي، لكن انا مش هحلل ماتش الاهلي والزمالك، انا هخلي التحليل طبعا للهزيمه النقراء اللي احنا يعني كمشجعين للسيتي، ناس بتحب السيتي زعلوا بسببها خلال يوم السبت طبعا بعد الهزيمة قدام نورويتش سيتي. ده هيبقى التاكتيك معانا في الفقرة الثالثة. لكن الترند التاني هتكلم على ميتشو والتغيير اللي عمله في شكل نادي الزمالك قدام جينيراسيون فوت بطل السنغال. مباراة محدش كان يتوقع نادي الزمالك ممكن يخسر قدام فريق يعني صغيرين في السن جدا، لعيبة جينيراسيون فوت هم اصلا اكاديمية، كان صعب ان الفريق ده يقدر حتى يتعادل في وجهة نظري مع نادي الزمالك. ولكن في بعض الامور اللي حدثت خلتنا نشوف نادي الزمالك مختلف عن الشكل اللي شفنا عليه الفريق في السيمي فاينل والفاينل لكاس مصر قدام نادي الاتحاد ونادي بيراميدز على الترتيب. طيب ميتشو ايه اللي حصل؟ ايه الشكل الجديد اللي قدمه قدام جينيراسيون فوت بسبب سواء اصابات او بسبب بعض التغييرات الفنيه؟ يعني مثلا طبعا اول حاجه هتكلم عليها هو تغيير محمد عواد. مهم جدا يا جماعه ان احنا نعرف مركز حراسه المرمى. انا من معارضي انك تلعب بحارس في بطوله وحارس ثاني في بطوله ثانيه، ده من وجهه نظري اكتر حاجه بتبقى سلبيه للحارسين، انك بتعمل جاب ما بين اتنين. ربما في مدربين بيفضلوا هذا الامر من نوع انك بتخلي في حارس عندك دايما بيلعب وبيشارك، لكن انا بشوف ان ده بيخل بالمركز ده اللي دايما بيبقى عايز استقرار ما بين حارس المرمى والمدافعين. انا بشوف ده شيء مهم جدا جدا، صعب جدا انك تقعد تغير ما بين اتنين حراس على بطولات مختلفه او على بطولتين مختلفتين. اكيد هتدفع ثمن ده في عدم الاستقرار للحارس، لان ده بتحتاج الحارس ياخد خبره كتير وكمان يتعود على اسلوب لعب الاثنين المساكين اللي قدامه. فانا بشوف اذا كان تغيير هو فني وتكتيك للدرجه الاولى اكتر منه اصابه لمحمد عواد او انك بتريحه عشان خاطر ماتش السوبر. حاجه ثانيه طبعا شفناها في تغييرات نادي الزمالك عن الشكل اللي شفناه قدام بيراميدز ونادي الاتحاد هو خروج طبعا بن شرقي طبعا حسب ما اتقال ان هو تعرض لنزله معويه قبل المباراه وبالتالي ما قدرش يشارك، وبالتالي دخل اوباما هو البلاي ميكر. لكن مش دي النقطه المهمه في اللي عملت ازمه في الفريق، ولكن النقطه بقى المهمه اللي هي دخول لما اوباما دخل كبلاي ميكر، مين بقى هيحل محله كوينجر؟ عبد الله جمعه. طلع جمعة اللي احنا متعودين عليه دايما كباك شمال ويقدم مستوى رائع واثبت نفسه في مركز الباك الشمال، دخل يرجع يلعب كوينجر زي ما كان بيلعب زمان اول ما جه نادي الزمالك، كان مع لما انتقل من انبي وفي بدايته مع نادي الزمالك لعب كوينجر، بعد كده تم تحويله لباك شمال. انا بشوف عبد الله جمعة دي واحده من التغييرات الخطيره لميتشو مع الفريق، انه يبدا يرجع عبد الله جمعة ليه؟ عشان يسيب مساحه لمحمد عبد الشافي طبعا اللي راجع من السعوديه، اسم كبير عبد الشافي لعيب دولي اسم كبير جدا جدا في مركز الباك الشمال في الكره المصريه في السنوات الاخيره، فبالتالي هو عايز يلعبه. طيب لو اما عبد الشافي يلعب باك شمال عبد الله جمعه يروح فين؟ فانا لازم الاقي له مركز جديد. طيب هل احنا شفنا بقى عبد الله جمعه بيقدم نفس المستوى كوينجر زي ما قدمه كباك شمال؟ لغايه دلوقتي اشوف لا. عبد الله جمعه قعد فتره فهم وحفظ واجبات الباك عشان تبدا تحوله وتعتمد عليه كلعيب واجباته الهجوميه اكتر من واجباته الدفاعيه، ده امر خطر جدا جدا وممكن يهز صوره اللاعب قدام الجمهور، وصوره اللاعب لو اتهزت قدام الجمهور ممكن تأثر على معنوياته وأدائه داخل الملعب. فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم ميتشو يخلي باله منها. هل فعلا انت في الفترة الجاية هتستغنى عن عبدالله جمعة كباك شمال وتثبت عبد الشافي الأكثر خبرة؟ ربما عبد الشافي أكثر خبرة، لكن بدنيا
ما يقدرش يؤدي نفس المجهود اللي بيقدمه عبد الله جمعه. وحاجه تانية، عبد الشافي وهو باك شمال هل بيقدم نفس الدور الهجومي اللي بيقدمه عبد الله جمعه لما بياخد واجبات ويطير للامام؟ دي برضو انا اعتقد عبد الله جمعه هياخد فيها درجه اكتر من عبد الشافي. وفوق كل ده، هل النهارده فعلا ميتشو شايف انه ممكن يخسر عبد الله جمعه نفسيا قدام الجمهور ودعما لو عبد الله كوينجر ما قدمش نفس الاداء او نفس المستوى اللي كان بيقدمه كباك شمال؟ فدي نقطه اكيد مباراه جينيسيون فوت الاخيره وضحتها في الفريق. طبعا التغيير الثاني اللي شفناه هو طبعا خروج لما طبعا شيكابالا ما انضمش للقائمه المسافره للسنغال وحل بداله محمد عنتر. وببساطه طبعا محمد عنتر لاعب مجتهد وكل شيء، ولكن فارق المستوى وفارق المهارات الفرديه بعيدا عن تنفيذ الواجبات الفنيه داخل الملعب او المكلله ليك من المدير الفني، دي حاجه. لكن فارق المهاره ما بين الاثنين، طبعا شفناه محمد عنتر صعب جدا جدا انه يقدم نص اللي بيقدمه شيكابالا. انا ما اقدرش بصراحه اظلمه حتى في المقارنه دي، محمد عنتر لعيب متوسط، لعيب جيد، لكن بصراحه فارق جدا لما نقول الرايت وينج لنادي الزمالك هو شيكابالا والرايت وينج هو محمد عنتر. هو قدم ما يمكن تقديمه، لكن دوره الدفاعي كان سيء جدا، ما قدرش يلينك مع حمدي النقاز، وشفنا بيتلعب عليه يعني الجبهه دي اتلعب عليها كتير قوي في المباراه، ولعيبه جينيسيون فوت قدروا نعمله جبهه كبيره على الجبهه اليمنى لنادي الزمالك. وحتى الهدف الثاني برضو ربما يكون كان بسبب مشكله في الجبهه دي. واعتقد زي ما كنا دايما بتكلم ايام ما كان الكابتن ايهاب جلال مدير فني نادي الزمالك، في نوعيه لعيبه جيده في الدوري ولكن ما تصلحش انها تلعب لنادي الزمالك او حتى النادي الاهلي، لانك في الاهلي والزمالك بتستنى نوعيه لعيبه معينه، مهارات فرديه معينه. اول ما بتغير المهاره دي وتجيب لعيبه كويسه مع انديه في منتصف الجدول، لا مش ده نوعيه اللعيبه اللي انت بتنتظرها في نادي الزمالك في الفتره كان فيها عنتر ومدبولي ومتولي. الفتره دي كان نادي الزمالك بيعاني من انصاف المواهب في الفريق، لما شفنا نوعيه بقى تانية بتخش الفريق زي حمدي النقاز، زي فرجاني ساسي، عبد الله جمعه، شيكابالا بيرجع، عمر السعيد، مصطفى محمد. النوعيه دي هي فعلا بتخليك تشوف فريق نادي الزمالك مختلف. وكل ده واحنا ما اتكلمناش على المدير الفني جيد او مش جيد. وبالتالي تاني بشوف محمد عنتر ربما تكون مشاركته بعد كده مع الزمالك هتعمل للفريق مشاكل كبيره، لان المهاره اللي انت بتنتظرها منه او الواجبات اللي بتنتظرها منه مش هي نفس الاداء اللي انت ممكن تتخيله تاخده من شيكابالا او نجم او بن شرقي. المباراه طبعا نادي الزمالك اتغلب 2-1، ولكن لسه ما زالت النتيجه في المقدور تعوضها. طبعا نادي الزمالك يحتاج بس هدف في مباراه العوده عشان يتاهل ان شاء الله لدور المجموعات. وطبعا ربما يكون في بعض الاقوال تقول ان ميتشو كان بيحاول يريح اللعيبه او يستغل الاصابات، ما يدوس على اللعيبه مثلا بن شرقي، ممكن مثلا اصابته ممكن تخليه يلعب نص ساعه او 60 دقيقه، لكن هو فضل الراحه الكامله عشان ما يجهدوش قبل مباراه قويه قدام الاهلي في السوبر. ولكن الحقيقه اللي انا شفتها في مباراه جينيسيون فوت، ما تحاولش تغير الفريق كتير. مركز حراسه المرمى في وجهه نظري ما تحاولش تغيره كتير، هياثر عليك. وفي نفس الوقت لازم فعلا تقول لنا قرارك النهائي في عبد الله جمعه. عبد الله جمعه مع ميتشو هيلعب ليفت باك ولا هتدخله كوينجر، سواء لعبته كجناح هجومي ايمن او ايسر؟ دي نقطه انت هتتحاسب عليها، والكل هيفتكر دايما هيعمل مقارنه ما بين عبد الله جمعه لما كان هو نجم الشباك الاول في مركز الباك الشمال، ولما انت حولته ورجعته تاني كجناح هجوم. وصلنا لفقره التاكتكس، ومعانا النهارده المباراه الحزينه المؤلمه لينا كجماهير السيتي صراحه، يعني الهزيمه قدام نورويتش سيتي في يوم السبت بنتيجه 3-2، مباراه اكيد نورويتش سيتي يستحق فيها الفوز. لكن ليه السيتي ظهر؟ نتكلم على مانشستر سيتي، لان الاثنين نورويتش سيتي ومانشستر سيتي، فلو قلنا السيتي بس ممكن محدش يعرف انا بقصد مين. ولكن ليه مانشستر سيتي تعرض للهزيمه المفاجاه دي من فريق ربما طبعا اللي شافه في اول مباراه قدام ليفربول كان يقول ان هو اي فريق هيواجه نورويتش سيتي هيقدر ياخد 3 نقط بسهوله؟ لكن مدير فني الالماني دانيال فاركي طبعا واحد من ابرز المديرين الفنيين في الدوري الانجليزي السنه دي، وبرده من المدربين اللي بيحبوا اللعب على الاستحواذ زي كلوب وزي جوارديولا، فاجئ جوارديولا بصراحه بتكتيك مختلف، فاجئه بضغط شديد وفاجئه كمان بدفاع محكم جدا جدا جدا، اثبت من خلاله انه كان قاري اسلوب لعب جوارديولا بشكل جيد، اضافه للكوارث اللي عملها الثنائي اوتاماندي وستونز. بصراحه واحده من اوحش المباريات للثنائي ده، رغم اوتاماندي كان المفروض يعني كان ترتيبه في المدافعين بعد لابورت. طبعا اكيد اصابه لابورتي بالرباط الصليبي
الصليبي مأثرة على السيتي، ولكن تعادل لابورتي على الفريق ما يخليش الدفاع يظهر بالشكل. طيب السيتي ليه خسر المباراة دي من وجهة نظري؟ أنا كنت شايف ثلاث أسباب. السبب الأول اللي أنا أشرت ليه في المقدمة هي ثنائية ستونز وأوتاماندي. إحنا عارفين دايما إن جوارديولا دايما بيبني اللعب من ورا، من عند الاثنين مساكين، وطبيعي لما تبدا تبني اللاعب اثنين مساكين لازم يفتحوا لبعض، وبتعتمد ان مهاره التمرير عند الاثنين بتبقى عاليه، لان طبيعي لازم الاثنين الفول باكس يتقدموا عشان تبدا يبقى عندك حلول للتمرير سواء لنص الملعب او الاثنين الفول باكس هم فاتحين. فبالتالي انا شفت ان ستونز وتمندي كان عندهم مشكله كبيره في الجاب اللي ما بينهم، خصوصا كمان في الواجبات الهجوميه. الاثنين بصراحه ما قدروش يعملوها بشكل جيد، الاثنين كانوا بيفتحوا المساحه ما بينهم، كانت تحس كده الاثنين تقال في ارض الملعب، وشفناها بالذات في الهدف الثالث لما جناحين نورويتش سيتي ضغطوا على دفاع السيتي وقدروا يستخلصوا الكوره وتتلعب ليبوكي طبعا اللي حط الكوره والمرمى خالي. طيب انت النهارده لما تيجي تبني اللعب من ورا لقدام لازم انت عندك سرعه في التمرير. فاكبر مشكله كانت عند السيتي دفاعيا في المباراه دي كانت ثنائيه ستونز واوتاماندي اللي قدموا واحده من اسوأ من اسوأ مبارياتهم مع الفريق في الفتره الاخيره. السبب الثاني اللي انا شايفه كان مؤثر جدا جدا في نتيجة المباراة بالشكل ده، الوينجين اللي عند نورويتش سيتي، بنتكلم على كانتويل لاعب اللي كان بيلعب على الليفت وينج، وبونديا اللاعب الأرجنتيني اللي قدم واحدة من أحلى من أحلى مبارياته مع الفريق في الموسم ده. تخيلوا اللاعب ده عملت طبعا عملت من أسست الهدف الأول والهدف الثالث، وعمل 23 كرة ثنائية استخلص منهم الكرة 9 مرات من لاعبي السيتي. طب بنتكلم على لعيب وينجر ازاي النهاردة كان بيقدر يقفل المنطقة دي قدام ستيرلينج واحد من أهم لاعبي السيتي، وحتى لما جوارديولا كان بيشفت ما بينه وبين برناردو سيلفا كان بونديا بيقدر يقفل الحتة دي بشكل جيد. وبالتالي أنا بشوف إن السبب التاني فوز نورويتش سيتي كان من عن طريق الاثنين دول، كانتويل وبونديا، قدموا مباراة رائعة. وكمان كانتويل بصراحة انا شفته من اول مباراة اللي خسروها قدام ليفربول، خسروا 5-1، ولكن كانتويل كان مقدم مباراة بتبين ان هو لعيب مهاري عالي قوي، وشفنا ازاي دانيال فاركي بيعتمد عليه في بنى اللعب ان هو كان دايما بيخش لقلب الملعب عشان يعمل دور البلاي ميكر. السبب الثالث اللي انا شايفه برضو مشكلة كان عند السيتي في المباراة دي كان بصراحة ووكر. كايل ووكر باور زيادة على اللزوم، بيعمل تدخلات عنيفة جدا، كمان لما كان بيطير لقدام كان تحس عنده حماس زيادة في الماتش، ما اعرفش ايه مشكلته في المباراة دي بالذات، لكن كان عامل ثغرة كبيرة ما كناش متعودين من ووكر ان يتلعب وراه بالشكل ده. حتى برضه في الجون الثاني لما كان ستونز واوتاماندي مكملين وهو كان الوحيد اللي كان واقف في خلف، كان تحس ان هو مش قادر يبوزيشن نفسه بشكل جيد. لو نفتكر السنة اللي فاتت مثلا، هعمل مقارنة بسيطة بين الكرة دي والكرة اللي كانت في ماتش ليفربول وتوتنهام لما كان فان دايك هو الوحيد اللي كان واقف وراه وكان رايح عليه سوسوكو، وقدر ازاي النهارده يجبره ان هو يعمل غلطة وما يقدرش يستخدم ان معاه زميل اللي كان هاري كين يمرر له التمرير ويروح انفراد، وقدر ان هو بوزيشن نفسه بشكل جيد، لكن ووكر ما قدرش يعمل النقطه دي. طبعا صراحه طبعا فرق المستوى ما بين ووكر وفان دايك في الحته دي كبيره، لكن ووكر المباراه دي انا كنت شايفه نقطه ضعف كبيره في دفاع السيتي، وما قدرش ان هو يقدم الدور المنتظر منه. حتى برضه في الشق الهجومي لما كان بيطلب منه يطير لقدام ويلعب كورسات كتيره كان الاداء بتاعه مش على نفس المستوى. في النهايه نورويتش سيتي استحق الانتصار بالنتيجه طبعا اكيد غير متوقعه، ما حدش توقع ان نورويتش سيتي ممكن يسجل 3 اهداف في مانشستر سيتي، الفريق اللي احرز الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت باكتر من 97 نقطه، وحتى قبليها الموسم اللي قبليها 100 نقطه، لكن دانيال فاركي اثبت ان هو مدير فني جيد ومدير فني بيلعب وما غيرش اسلوب لعبه رغم انه بيلعب على قدام السيتي الفريق اللي بيضغط من قدام، لكن ثبت على مستواه وقدر في الاخر ان هو ياخد 3 نقط. مباراه نورويتش سيتي اثبتت ان مانشستر سيتي عنده مشكله في مركز المساك خصوصا بعد اصابه بورتوي، ما اعتقدش ان الفريق هيستحمل انه يكمل الموسم ده بدون طبعا
لابورت اتصاب عنده رباط صليبي وبالتالي هيغيب فتره من 6 شهور 8 شهور وبالتالي اعتقد الموسم بتاعه خلص مع السيتي السنه دي. وبالتالي اشوف ان جوارديولا رغم انه قال انه مش هيفكر في التعاقد مع مساك خلال يناير اللي جاي، لا مجبر ان هو يجيب بديل صعب جدا يكمل بثنائيه ستونز واوتاماندي لنهايه الموسم، وكمان مع دخول مباريات دوري الابطال السيتي هيتضغط بدنيا اكتر، وبالتالي انا ما اعتقدش الثنائيه دي هتقدر تفيده لغايه اخر الموسم، وهيبقى مجبر ان هو لازم يجيب مدافع مساك قوي خلال يناير عشان يقدر يحل بيها المشاكل اللي شفناها قدام نورويتش سيتي، واللي اكيد ممكن بنسبه كبيره تتكرر في المباريات الجايه من الدوري الانجليزي.